السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هتكلم طبعا في موضوع مهم جدا اتكلمت فيه قبل كده كتير جدا، اللي هو الكشف المبكر لأورام الكبد. احنا قلنا طبعا قبل كده مرارا وتكرارا، أي مريض كان عنده فيروس سي وأخذ علاج فيروس سي، سواء زمان بالإنترفيرون أو أخذ السوفالدي، سواء 3 شهور أو 6 شهور وربنا من عليه بالشفاء، بنقول له بعد اذنك محتاجين نعمل بعد كده متابعه اسمها الكشف المبكر لاورام الكبد. يعني ايه؟ محتاج تعمل حاجه بسيطه جدا، بنعمل موجات صوتيه على الكبد، سونار عادي، وبنعمل تحليل اسمه الفا فيتو بروتين او دلالات اورام الكبد. طيب هتقول لي انا خلصت علاج من فتره والحمد لله ما كانش عندي تليف، ما كانش عندي مشكله خالص، ما مشتكيش من حاجه، طب انا اعمل ليه الكلام ده؟ هقول لك ممكن يحصل في بعض لما كان الفيروس موجود في الجسم وقعد فترة، انت ما تعرفش هو كان قاعد فترة قد ايه، فممكن يعمل حاجة اسمها تليف في بعض الخلايا، الخلايا دي ممكن تتحور إلى خلايا أورام. عشان كده بنعمل حاجة اسمها ايرلي ديتكشن أو اكتشاف مبكر لهذه الأورام. هتقول لي أنا خلصت علاج وبعمل ألفا فيتو كل شوية بيطلع نورما بيطلع طبيعي مفيش مشكلة، أقول لك إن الألفا فيتو بروتين ده مش مقياس إطلاقًا، يعني ممكن يبقى فيه كبد أو مريض عنده أورام في الكبد والألفا فيتو طالع نورمال، وممكن يكون عالي والمريض ما عندوش أي أورام، عشان كده هو مش مقياس بالنسبة لنا إطلاقًا. لكن المقياس هو الكشف المبكر بالموجات الصوتيه. طيب هو كل مريض خلص علاج فيروس سي ممكن يحصل له اورام؟ لا طبعا، احنا بعض المرضى اللي كان عندهم نسبه تليف قبل علاج الفيروس ممكن بعض الخلايا المتليفه تتحور الى خلايا اورام كبد. طيب ايه المطلوب منك تعمله؟ زي ما قلنا كل المرضى سواء كان عندك تليف او ما كانش عندك تليف، خلصت علاج فيروس سي وربنا ما اتمنى عليك بالشفاء، هتعمل بس مشوار صغير كل مثلا 3 شهور او 6 شهور. طيب هتعمل كل 3 ولا 6؟ احنا بنبص عليك اول مره، لو ما كانش في تليف والدنيا كويسه جدا ومفيش اي مشكله خالص، هنقول لك والله هنشوفك كل 6 شهور، نبص عليك بالموجات الصوتيه ونعمل التحليل اللي احنا قلنا عليه ده، ونفحصك بالموجات فحص كويس جدا، ونستبعد وجود بؤر في الكبد، لان الدنيا مفيش اي مشكله خالص، هنقول لك هنشوفك كمان 6 شهور. طيب نتابع كل لحد امتى؟ هنشوفك مثلا اول سنه مرتين في السنه، بعد كده مره في السنه، بعد كده مثلا لمده سنه او 2 او 3 ونقول لك خلاص شكرا. لو مريض كان عنده نسبة خشونة في الكبد أو نسبة تليف، هنقولك هنشوفك كل 3 شهور بانتظام أو كل 6 شهور بانتظام، لأن إحنا لما الموضوع بيفرق معانا كل يوم بيفرق معانا. لما بنكتشف بؤرة في الكبد بنبدأ نتعامل معاها فورا، نتأكد إنها بؤرة سرطانية في الكبد، بنعمل أشعة مقطعية، بنعمل رنين مغناطيسي وبنتأكد إنها بؤرة، بنلحق بسرعة ناخد إجراء لهذه البؤرة، بنعمل إجراء سواء زراعة سواء كي موضعي او حقن شرياني او استئصال جراحي، المهم ان احنا بنقدر نعمل حاجه علاجيه. طيب لما نكتشف البؤر دي مؤخرا، معظم دلوقتي 90% من الحالات بالذات بعد موضوع كورونا كان موجود، ناس تقاعست عن كشف مبكر، او الدكاتره بيقول للمريض خلاص انت الف مبروك مع السلامه ما تجيش تاني، او الدكتور المتابع للمريض ما بيشتغلش السونار كويس وبالتالي ما بيشوفش البؤر دي، طبعا دي بيحصل في نسبه كبيره جدا، او مريض بيروح يتابع في احد المستشفيات بيروح يصرف علاج تحفظي او علاج مدعم للكبد ومحدش بيبص عليه بالسونار، وطول ما هو كويس وما بيشتكيش من حاجه ما فيش اي مشكله خالص، وبالتالي بيجي مره قدرا بطنه بتوجعه، بطنه بدات تزيد، وجع في جنبه اليمين، نبدا نبص عليه بالسونار نكتشف ان في بؤره كبيره في الكبد، ونكتشف ان في تجلط في الوريد الباب الكبدي، وده بنسبه 90%. يعني احنا في لجنه اورام الكبد انا موجود يوم السبت والاربع والاثنين، بنشوف عدد رهيب من الحالات 90% منها ما ينفعش يمقنوا اي اجراء، او ممكن نعمل حاجه اسمها اجراء بالياتيف او اجراء تحصيل حاصل، لان يعني معظم الحالات بتيجي متاخره، عنده تليف متطور، عنده استسقاء في البطن، تجلط في وريد الباب الكبدي، انتشار الكبد، انتشار الاورام خارج الكبد، العقد الليمفاويه موجوده في اماكن اخرى، وبالقرار بالنسبه لنا هيكون حاجه اسمها بيست سبورتيف كير او علاج تحفظي ومتابعه فقط، مفيش اي حاجه نقدر نعملها للاسف. ولكن لما نكتشف الموضوع مبكرا بنقدر نعمل اي اجراء ويكون كل الخيارات بالنسبه لنا متاحه. فالموضوع مش هيفرق معانا غير ان احنا بس هنبص عليك بالسونار، سواء في تيجي لنا في مثلا معهد القومي للكبد، في عيادات اطباء الكبد المتخصصه، بس بشرط يكون الدكتور بيشتغل سونار. لو الدكتور ما بيشتغلش سونار كويس مفيش مشكله، تحوله لمركز اشعه، دكتور اشعه تقول له بعد اذنك تعمل سكرينينج فور اتش سي سي. طبعا ده يعتبر مسؤوليه شرعيه وقانونيه وطبيه امام ربنا، ان انت تحذر المريض وتعرفه ان انت لازم تعمل كشف مبكر لاورام الكبد، وتقول له روح اعمل لي اشعه في مركز اشعه كويس، واعمل لي سونار بتعرف ان دكتور الاشعه ان انت بتبص على اورام الكبد مش بتعمل سونار على بطنه وخلاص.
عشان هو بقى مركز في حته الايه الكبد عشان يعمل لك فحص مؤكد لو انت حضرتك ما بتشتغلش سونار كويس. لو بتشتغل سونار كويس دي امانه طبعا لازم تبقى على قدر المسؤوليه ان انت تعمل كشف مبكر او ايرلي ديتكشن وسكرينينج فور اتش سي سي عشان تقدر تكتشف لو في بؤر في الكبد ولا حاجه. طبعا دي مسؤوليه قدام ربنا لان احنا معظم المرضى للاسف كل يوم بنشوف من 5-6 حالات او اكتر في لجنه الاورام من 30-40 حاله 90% منها ما نقدرش نعمل له اي اجراءات لان حد جايه متاخره. طبعا المريض نفسه يا اما يكون اهمل من الاول يقول لك انا كده خلاص مش رايح ولا جاي والدكتور قال لي انت كده بقيت كويس وخفيت او خايف ينزل عشان موضوع كورونا او الدكتور ما حذروش وما قالوش انزل اعمل كشف مبكر او ساكن مكان بعيد ما فيش امكانيات قوي او الدكتور نفسه ما بيشتغلش السونار كويس وبالتالي كل مره يبصوا عليه ويقول له الف مبروك انت زي الفل ما فيش مشكله خالص وهو يكون عنده بؤره في الكبد. فالموضوع مهم جدا جدا. مرضى الفيروس سي اللي خلصوا علاج كل المرضى طبعا دي مش رساله تخويفيه قد ما هي رساله تحذيريه وعشان احنا خايفين عليكم. كل المرضى اللي خلصوا علاج فيروس سي هتتابع مع اقرب دكتور كبد ليك او تشرفنا سواء في معهد الكبد انا شغال السبت والاثنين والاربع او في مركز اورام الفيوم الخميس من كل اسبوع هتشرفني او في عيادتي الخاصه ابص عليك بالموجات الصوتيه ونعمل كشف مبكر ولو مره او مرتين في السنه. موضوع مشوار صغير جدا مش هيخسرك كتير بس لو في حاجه نقدر نلقطها ونعالجها في الاول. تمام؟ طب مرضى فيروس بي كل مرضى فيروس بي يعملوا كشف مبكر سواء بيتعالج او ما بيتعالجش. بي سي ار بتاعك سلبي ماشي على علاج مش بتاخد علاج كلكم لازم نعمل كشف مبكر لان مريض فيروس بي ممكن يحصل له اورام في الكبد من غير اي اعراض. والاورام ما لهاش اعراض ممكن المريض بس ما عندوش اي مشكله يجي لك شويه خمول كسل في جسمك وجع في جنبك اليمين ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. عشان كده كل مرضى فيروس بي لازم نعمل لهم كشف مبكر لاورام الكبد سنك صغير سنك كبير كله لازم نبص عليه وده طبعا اسمه سكرينينج وبيحصل في كل دول العالم بصفه منتظمه لكل مرضى فيروس بي. مريض كبد لاي سبب اخر تليف كبدي مناعي التهاب كبدي مناعي التهاب كبدي دهني التهاب كبدي غير معروف السبب لازم نعمل كشف مبكر لاورام الكبد لان كل ثانيه بتفرق معانا في ايه المانجمنت او العلاج. مشوار صغير هيفرق كتير رساله كررتها كتير جدا وبكررها. تمام؟ عشان نقدر ان احنا نحافظ على صحتنا ونقدر نعمل حاجه للمريض ما يكونش القرار قرار تحفظي ويكون بالنسبه لنا حاجه يعني ايه مزعجه. في النهايه طبعا باسال الله عز وجل في هذه الايام المباركه أن يمن على كل مريض بالشفاء العاجل وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.